كابتن علاء يعني ما كناش نتمناها ولكن كانت متوقعة. كانت متوقعة من البداية من التشكيل ولا؟ لا يعني في أسباب كتير وعوامل كتير. وأنا بس في تساؤل عندي. يعني مع دردشة يعني بعيد عن المباراة والنتيجة وكده. هو أنا اللي لعبت في حرس الحدود بقوام التيم الأساسي بتاعي والنهاردة عملت كده في تشكيل. بس هو ده سؤال يعني جاوب عليه بقى كولر يعني. يعني مع الاحترام الاثنين حرس حاجة وبيراميدز حاجة تانية خالص طبعا يعني. أي. لكن ما أعرفش هو إيه وجهة نظره في التشكيل ده والتشكيل ده. لكن لا يا أيمن مش متوقع إنك تخسر النهاردة يعني متوقع لا يعني خسارة مش أكيد اسمها خسارة برضه أولا وأخيرا وأكيد ما يعني ما أعرفش مفيش حد ولا فيش حد أهلاوي النهاردة مش زعلان معلش. أي. يعني استحالة مفيش واحد أهلاوي النهاردة مش زعلان إن فريقه خسر. الخسارة واردة في كرة القدم لكن ما يخسرش ثلاثة بالمنظر ده لان برضو الشوط الثاني رغم التغييرات حاسس برضو ان بص احنا كل الاعذار للعيبه الموضوع منتهي تماما. أي. بس بص يا ايمن في حته لا مبالاه زياده عن اللزوم. هي ممكن تقول زي ما انت قلت مثلا قبل المباراه وصلت المرحله ان في زهق بالظبط في تعب في ملل خلاص انت عايز الموسم يخلص باي طريقه بالظبط انت حاسم البطوله بس في حاجه بتجبرني ان انا انسى كل ده التيشيرت بتاع النادي الاهلي بس هي. ده اللي انا ده تحفظي الوحيد على مباراه النهارده. ايوه اه طبعا كل الاعذار موجوده اكيد وان هم فعلا تعبوا وموسم شاق والحمد لله بطولات كتير جدا مبروك عليهم وموسم مضغوط كل الكلام ده انا موافق عليه ايوه تماما على اللعيبه وعلى الجهاز كله بس انت نزلت الملعب ايوه لبست التيشيرت ونزلت الملعب يبقى تأدي ده اللي انا اعرفه عامه يعني طول عمري متعلمه كده تعبان مش تعبان مضغوط مش مضغوط لبست التيشيرت بتاع النادي الاهلي لا رجلي لمست الملعب كده الموضوع انتهى تماما اعمل اقصى حاجه عندي اقصى حاجه خلاص كولر ادى الثقه فيك انك هتلعب النهارده صغير بقى كبير بعيد قريب يبقى ادي على قد ما اقدر لو مش هقدر ادي فنيا في حاجه اسمها بدنيا في حاجه عندي اسمها روح يبان حاجه النهارده لكن النهارده في بعض اللعيبه يعني لعبت وخرجت ولا اكنها موجوده ولا مضغوطه ولا مجهده ولا حاجه خالص وده يؤخذ عليهم هم مش على كولر. أي. كولر قرنا بيدي كل واحد حقه تقريبا عايز يعني يبص على لعيبته كويس قوي عايز يشوف هم وصلوا لايه عايز يشوف اللعيبه بتاعت تحت ضغط ايه في لعيبه لحد ما استفادت لكن معظم لعيبه النهارده لا في لعيبه النهارده بتلعب لا مبالاه مش طبيعيه. ايوه لا مبالاه مش طبيعيه في فرق بين لا مبالاه وانك تعبان وزهقان ومضغوط ماشي انت بتمثل حضرتك النادي الاهلي اوعى تنسى الموضوع ده طول ما انت موجود في النادي ده اوعى تنساه مهما كانت ظروفك انت فاهم مهما كنت أيوة. تعبان كلنا مرينا بالظروف دي وسام قال لك كنا أيوة. كنا زهقانين لكن خلاص نزلت الملعب لا الموضوع الـ اسم النادي الاهلي ده اسم كبير قوي لازم يبقى تبذل اقصى حاجه عشان لازم اعمل اقصى حاجه عندك النهارده وما تبصش على النتيجه أيوة. لكن انت النهارده ما يعني ما اديتنيش حتى ايحاء ان ممكن اعمل حاجه النهارده ممشي المباراه وقلنا هي تمشي كده مباراه لكن 1-0 نفس الاداء مع برضه في اخطاء كتير جدا وفي ملعب الى الملعب مش يعني ما فيش ربط في الملعب خالص يا ايمن هو غياب التفاهم والانسجام هو ده النهارده ده الاساس النهارده بتاعك انا معاك ده الاساس النهارده ان عدم التفاهم والترابط بين اللعيبه ده اساسه كبير حتى اللعيبه اللي هي بتلعب بقالها كتير برضه حاسس ان كل واحد في وادي كل واحد بيأدي فردي يعني النهارده لو شفت المباراه كلها كده مش هتلاقي لعبه جماعيه لفتت نظرك النهارده كلها فردي حتى الكره بتاع احمد عبد القادر اللي عدى بامتياز برضه فكر في نفسه مع ان في ثلاثه بره لوحدهم كل ده مش فارق معايا في مباراه وانتهت تماما لكن
انا ده بقول حاجه لازم تتعلم من كل لحظه انت في الملعب. النهارده في لعيبه المباراه اتحسبت عليها مش ليها اتحسبت عليها تفعيلها تمام اكيد كل مش هيعدي المباراه دي خالص مش هيعديها يعني مش هيعديها أيوة. سيبك بقى من الارقام القياسيه والكلام الفارغ ده ما بيفرقش معايا انا بتكلم على انت عايز نوعيه معينه من لعيبه النادي الاهلي يعني اي حد في النادي الاهلي حتى وهو مصاب وهو مصاب مش هو تعبان وهو مصاب أيوة. وبيلعب بينزل مباراه لا بيبقى عايز لا ما لا انا هموت نفسي عشان انا بلعب باسم النادي الاهلي فدي النهارده النقطه اللي فرقت بينك وبين بيراميدز مش فنيا خالص دي النقطة الفارقة النهاردة هو متحمس قوي بقول لك هو عايز بالنسبة له النهاردة هو النهاردة ايه خد بطولة لا النهاردة عارف يا ايمن مباراة الموسم بالنسبة له أيوه. هو النهاردة اخر مباراة في النادي مع النادي الاهلي في الموسم والنادي الاهلي ما فيش ولا هزيمة فكل تركيزه كل مدير الفن لعبته بكل تركيزهم عايزين نكسب النادي الاهلي النهاردة هو النهاردة مباراة الموسم ليه هو فهو أيوه. نازل متحمس جدا حتى في التحامات حتى في طريقه الكلام حتى في الاجريسيف اول النهارده هو عايز كده هو عايز يكسب النادي الاهلي انت قابلته ما قابلتوش بكده قابلته الى حد ما انك بتقدم مباراه هاديه شويه نزلت مباراه هادي مش هتعرف تخش في مباراه ثاني خصوصا انك بتلعب فريق واتفقنا كلنا هو فريق لعيب في لعيب كوره كويسه متحمسين جدا تحس النهارده الفرج على بيراميدز ايوه انت ايه ده لا اصرار وجري وغل وعايز عايز يكسب باي طريقه وكسبوا المباراه لكن المباراه عدت اكتر واحد استفاد منها النهارده هو كولر أكيد مليون في الميه اكيد كابتن اسامه طبعا هي الهزيمه وارده في كره القدم بس انت حاسم اللقب مش عايزين نقصه قوي على اللعيبه يمكن في بعض اللعيبه كان من المنتظر او احنا منتظرين منها اكتر من كده ولكن هو مستر كولر ليه وجهه نظر اكيد يعني هو زي ما قال علاء هو ماتش مثلا الحرس لعب بتشكيل يعني مش عايزين نقول اقوى ولكن لعب بتشكيل اغلبه من العناصر الاساسيه النهارده كان في بعض التغييرات يمكن اثرت بعض الشيء على موضوع التفاهم والانسجام جوه الملعب ولكن النادي الاهلي السنه دي لما حسم البطوله بدري قلنا احنا يمكن قبل المباراه ان برضو بيحصل شويه ان الدوافع بتقل الحوافز بتقل مش عايز اقول ان التشكيله النهارده يمكن احنا استغربناها في بعض المراكز ولكن هو ليه رؤيه ان هو يشوف بعض اللعيبه في مباراه زي دي هو ايمن احنا قلنا الهدف الاساسي انت حققته بالظبط اللي هو الحصول على البطولات اللي انت خدتها البطولات الكتير كلها واخرها الدوري العام بالظبط تشكيله مستر كولر في اول المباراه انت عايز تكسب وقلنا احنا ممكن نكسب كده ولكن في صعوبه قلنا هيبقى في عدم انسجام لان هو مغير سبع تغييرات وفي مراكز حساسه وفي معظمها كمان خطوط كامله يعني احنا قلنا كريم الدبيس قدامه طاهر خالد عبد الفتاح قدامه كريستو ادي اطراف فيها واضح ان هيتكلم على جبهات واضح هيبقى فيها مشاكل ايوه فانا اتوقع يعني انا اقصد ايه انا كمدير فني صحيح انا عايز اكسب وصحيح انا ليا اهداف وعايز اشوف لعيبه وكل الكلام ده فهبقى زعلان بعد الماتش بس لازم برضو طالما انا جازفت ولعبت بكل العدد ده وبكل المراكز دي المتغيره حتى مثلا الدقيقه 70 تغييره رأفت خليل انه ينزل ويطلع شريف اللي هو راس حربه ويلعب رأفت خليل اول مره نشوفه كراس حربه وانت مغلوب ما هي برضو يعني انت بتعمل حاجات فيها مجازفه فتوقع ان ممكن مره مش هتمشي يعني او مره هتقف الدنيا معاك او مره الفرقه الثانيه هتكون موفقه هي اللي بتحرز اهداف صحيح حصل حركه الشوط الثاني بالذات بعد نزول ديانج واحمد عبد القادر والنادي الاهلي بقى انشط واحمد عبد القادر عمل حركه ناحيه الشمال وعمل واحده حلوه قوي كانت في الدقيقه 58 كانت ممكن تيجي التعادل بقت في نشاط وحركه ولما نزل حسين الشحات حتى خد ضربه الجزاء وقبليها عامل حركه
ولكن انت كبدايه انت مجازف قوي انت كمدير فني وفرقه لانك انت حققت اهدافك الاساسيه بالزبط. واحنا قلنا متوقع ان ممكن فانا مش شايف ان هي ماشي نزعل شويه احنا كناس لعبنا في النادي او جماهير او كده ولكن لازم نعرف ان في اهداف اخرى احنا عايزين نحققها لان احنا حققنا الهدف الاولاني صحيح هي لازمه بس عشان جت 3-0 يمكن لو 1-0 او 2-1 او بتاع كانت الامور لكن ايه الشكل بس ان هي 3-0 لكن عادي جدا انك انت ممكن تخسر مباراه وخاصه بقول لك انت حاسم الدنيا وخاصه ان انت بتغير في هيكل الفريق بدرجه كبيره جدا يعني مش في مكان ولا مكانين انت في جبهات كامله في نص الملعب تقريبا يعني تغييرات برضو كبيره فمتوقع وحصل وانا شايف انه ده عادي مش 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 لان احنا قبل الماتش متوقعين ان ممكن يحصل فخلاص فلما يجي يحصل ما نقولش ايه ده يعني احنا مش منتظرينها لا ممكن مع فرقه زي بيراميدز وصحيح هم برضو عندهم غيابات ولكن التشكيل اللي بيلعب متجانس وبيلعب برضو مع بعض كتير يعني الجبهه اليمين مثلا فيها الشيبي مصطفى فتحي الجبهه الشمال فيها كريم حافظ وابراهيم عادل احمد الشناوي في جون احمد سامي على طول بيلعب احمد توفيق بيلعب ديفندر يعني نسبة كبيرة من التجانس في فرقة بيراميدز ثانيا انت النادي الاهلي اخر ماتشين كسبان بيراميدز سواء في الكاس او السوبر خلي بالك هم بيلعبوا اخر ثلاث ماتشات دوري كاس السوبر فهم بيلعبوا يعني انا عايز اقول ايه بالذات من الشوط الاولاني في اصرار اكتر شوية على انه عايزين يكسبوا الاهلي يكسروا حدة او يكسروا الهزايم المتتالية بالنسبة للنادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب برضو مش عايز يعني براحه شويه برضو الشوط الثاني احنا شفنا يعني خشونه في بعض الاوقات من لعيبه بيراميدز شفنا كانوا اجريسيف جدا 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 ما هو حتى هو بعض القرى درجه الايذاء اللي بقول لك عليه ايمن واللي بقول عليه اسامه هم نازلين وراهم متحمسين قوي عايزين يكسبوا النادي الاهلي ايوه هو النهارده هو بالنسبه له معلش يا اسامه الفرصه الاخيره النهارده الدوري انتهى ايوه فهو بص خلاص ما عندوش حل غير مباراه النهارده تركيز غل في خشونه لحد زياده شويه طبعا. مركز تركيز مش طبيعي ايمن مع وجود تجانس اللي بيتكلم عليه اسامه اكتر منك أيوة. وده على فكره أيوة. طبيعي في اللي احنا قلناه النهارده ايوه صح فانا يعني متفق ان هم كانوا حماسيين اكتر شويه وبالذات كمان حماسهم زاد لما لقوا انه جابوا جون وان يقدروا يكسبوا النادي الاهلي النهارده أيوة. يعني في فرصه مع احساسهم بالمباراه مع اللعيبه برضو انت لعيب ذكي هو احساسه بالمباراه والحاله اللي فيها اللخبطه بتاعه النادي الاهلي بالذات الشوط الاولاني وجاب جون يقول لك طب انا ليه ما كسبوش بقى ده في فرصه اهي التعديلات اللي حصلت الشوط الثاني بالذات بنزول ديانج واحمد عبد القادر عملت حيويه ونشاط في تماسك شويه في نص الملعب لما نزل ديانج جنب مروان عطيه الجبهه الشمال اشتغلت كتير قوي غير الشوط الاولاني من دبيس وطاهر كانت جابها نايمه خالص جابت الشمال لما نزل احمد عبد القادر عمل حركه الناحيه الثانيه لما نزل حسين لكن زي ما انا قلت لك عادي جدا ومتوقع انك ممكن تخسر مباراه في الموسم وده طبيعي وانت واخد البطوله بس انا قلت لك الحاجه الوحيده اللي انا بالنسبه لي مستغربه طالما انت بتدور على نتيجه ومكسب انا بطلع راس الحربه الاساسي مش او شبه الاساسي لانه هو كهربا اللي بيلعبه حتى لو انا مش موفق قوي بس لسه 25 دقيقه ممكن بالضغط بتاع حسين الشحات باحمد عبد القادر وانا موجود يمكن بقول لك بتبقى ليها رؤيه مضيفه لي وجهه نظر مختلفه ما تماما ماشي يعني ماشي وانا بقول لك انا مش انا اللي بسوق الموضوع هي. ولا انا احنا بنحلل المواقف اللي احنا شايفينها فانا اقصد انك انت جبت واحد زي رافت خليل لعبته راس حربه وهو اساسا ما بيلعبش ده في المكان ده كتير يعني انت منزله وبتاع متحمل انه يلعب في المكان ده وهو يبقى بس فانت من التشكيل الاولاني ومن الحاجات اللي حصلت في التغييرات في بعضها
توقع انك ممكن تخسر يعني مش 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 مستغرب انك انت ممكن تخسر من بيراميدز وهو عنده تصميم او هو بيلعب بشكل فرقه الى حد كبير فيها عناصر اساسيه كتير وفيها ثبات. فهارد لك وعادي جدا، واحنا قلنا الكلام ده قبل المباراه وده وارد في كره القدم، وانت اهم حاجه انك خدت البطوله يعني. صحيح كابتن عادل زمالو كابتن الهزيمه ورده، وبس ده ما ينسناش ان احنا موسم يعتبر من انجح المواسم بالنسبه للنادي الاهلي، مش عايزين نقصوا على اللعيبه جامد يعني. طب بص يا كابتن، خلينا اقول لك النهارده اسباب الهزيمه وبعدين اقول لك يعني توت الكلام اللي انا فكرت فيه يعني. اولا هم اربع اسباب خلوك النهارده تخسر. ايوه الاجهاد الذهني، ويمكن كولر اتكلم في اتكلم من فتره صعب الموضوع، صعب جدا. رقم اتنين الاجهاد العام اللي هو البدني والسفر والمباريات، هقول لك ليه كمان بالاحصائيه، التشبع من البطولات وفتره صغيره، بتتكلم بفتره صغيره. رقم اربعه التفكير في التجديد والاعاره والخروج والدخول والحاجات دي، انا بكلمك كلاعبين بتحصل عندهم حته تشويش شويه. طب احنا لعبنا السنه دي يا كابتن ايمن دخلنا في 56 مباراه الى الان. تلعب 56 مباراه. صح. بص بقى ترتيبهم، انت بتتكلم على 12 افريقيا، بتتكلم على ضغط عالي جدا، مباريات قويه للغايه بالنسبه، اقوى من مباريات الدوري بتاعك. أيوة كتير منافسين مختلفين، يتخللوا كمان سفر ونتيجه وضغط اعلام، دي واحد. وكسبناها وخدنا البطوله من فم الاسد زي ما احنا بنقول، وانت اديت اداء كويس، وبعدين طلعت كاس العالم للانديه. يجي في المنزله اللي بعدها في قوه المباراه، انت لعبت بطوله كاس العالم للانديه، لعبت مباراه صعبه جدا للغايه ويتخللها برضه سفر ويتخللها لعب، ولعبتك كانت جايه من حته بعيده، كانوا بيلعبوا في يعني عندك مشكله كبيره في حته انك انت تلعب كاس العالم. في كاس مصر بقى وفي كاس السوبر مرتين وسفر انا كل ده اللي انا عاوز اقوله ايه؟ شكرا للعيبه، شكرا للجهاز الفني اللي عملوه حاجه جميله جدا. انا بالنسبه لي مباراه اليوم انا بزعل ان انا اتغلب، حتى لو تقسيمه بنزعل وكل حاجه، لكن في نفس الوقت لازم نفكر شويه ان بشر يعني لازم يتعلموا من الدرس، لازم نكسب ولازم 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 والروح لازم تبقى اعلى من كده وكل حاجه، بس انا في نفس الوقت انا بكلمك على موسم شاق جاي، وانت ما بتقبلش مني الا اكسب، ما بتقبلش مني الا اخد البطولات. يعني قيس على كده، قيس على كده. اللعيبه دي اللي لسه عامله انجازات كبيره قوي، انا ممكن ازعل منهم في مباراه زي النهارده؟ لا، انا ما بزعلش منهم بقى. انا بقول كلمه واحده بس، يجب انك انت طول الوقت تكسب وحاجه جميله، لكن لما تيجي تخسر في الاسباب اللي انا قلتها لك دي، انا ممكن التمس لك وضع طبيعي، ممكن تلتمس الاعذار. يعني الحاجه بقى اللي انا الحاجه الثانيه اللي انا بقى بشكرهم عليها قوي، انه في المهم جابوا لنا كل حاجه. صحيح. لما ادخل خمس بطولات والنتيجه بتاعتي تبقى 100%، انت عايز النتيجه اكتر من كده. انا مش ببرر عشان بس الناس تبقى فاهم، انا لو لعبت تقسيمه عايز اكسب. صح. مش ببرر الخساره، لكن في نفس الوقت انا بقول للناس لازم نهدى، لانه في مشروع اخر انتوا بتفكروا كجمهور النادي الاهلي عشان تفرحوا بالبطولات، فالمشروع الاخر اللي بيعمله المدرب واللي بيفكروا فيه عشان يفرحك السنه الجايه، لان السنه الجايه محق صعب جدا للانديه المصريه كلها عشان في بطولات كتيره. النادي الاهلي بالذات، النادي اللي بيلعب على جميع البطولات، النادي اللي بيجيب النتيجه 100%، فيجب ان احنا نستحمل تحضيره، وده من التحضير. مباراه النهارده من التحضير، لانه انا لو من كولر خلاص انسى ان انا خدت البطولات وانزل بالتشكيل، ولا اريح لعيبتي وما اريحش لعيبتي وانزل بالتشكيل الكامل اكسب بيراميدز وهكسب كل حاجه زي ما انا كسبان كل حاجه، لكن هل يعقل ان انا افكر تحت رجلي؟ يعني هو يمكن في دماغه حاجات مستر كولر، يعني اكيد ما افتكرش الراجل اللي عمل تاكتكس عالي في مباريات كتيره قوي وكسبك انه يعمل الاخطاء دي.
هي دي مش اخطاء، ده هو تجارب عنده في دماغه. انت ما تعرفهاش في اوضه مغلقه او في تفكير الراجل، انت ما تعرفش الدادان ليه النهارده عايز يعمل معاه ايه، عاوز بكره يعمل ايه، لان الاستراتيجيه كل الناس بتتكلم، ولكن اللي بيفعل واحد بس اللي هو اللي بياخد القرار المدير الفني. فالمدير الفني لما يجي يعمل نتيجه او يجي يعمل استراتيجيه لنفسه للموسم القادم ويحصل حاجه في اللي هو عايز اقول لك الاهلي تاني، الاهلي المفروض ما يخسرش لو بنلعب طاوله مثلا، لكن انا بكلمك على انك انت في الوقت الحالي انت بتعمل استراتيجيه كمدرب. انا اتبسط منك امتى بقى؟ لما ادخل بطولات تانية واخدها زي ما دخلت لي البطولات واخدها، لكن انا اجهد نفسي واجري ورا ارقام. انا كان نفسي نعمل اعلى نقط في الموسم 90، احنا 89، كنت نفسي اخد ال 90، كان نفسي اعمل بلا هزيمه، ولكن في اخر الامر انا دلوقتي كان بيدي اعملها، ولكن اسيب القادم. ايوه يعني لاعب اللعيبه كلها واللي يجهد والحاجات دي، وما ياخدوش اجازه ويلضموا موسم بموسم وموسم تاني بموسم تاني، والموسم صعب لاني عندك انت مش نادي قليل، انت اكبر نادي في القاره، فانت عندك لعيبتك هتبقى مش اقل 8 لعيبه في المنتخب بيبقوا رايحين. صحيح. ده لود فوقك، ده كمان غير لعيبتنا اللي هم بيبقوا 8، غير 3 4 محترفين، علي معلول، على ديانج، على بيرسي تاو، اللي بيسافروا دايما يلعبوا مع منتخباتهم. يعني انا بكلمك 56 مباراه ده اللي لعبها النادي الاهلي، لكن كل لعيب كمان زاد عليهم 18 مباريات في الدوليه او اكتر. يعني كان عندك عدد كبير من المباريات يا كابتن. أيوة. عندك عدد كبير قوي من المباريات الدوليه لعبتها ولعيبتك لعبوها، فانت بتدخل في 80 مباراه مثلا، تدخل لك في 75 مباراه اللعيبه. فاحنا خلينا نبقى محترفين، عملنا اللي احنا عاوزينه. صحيح. مبروك عليهم الدوري، ده مباراه بغض النظر، يعني ما بحبش اخسر، ولكن بغض النظر عن الخساره النهارده ما امسكهاش. يعني أيوة. انا بالعكس، انا كنت اتمنى بس عندنا مشكله. عندك كاس مصر هتلعبه. صحيح. ولا مش هتلعب؟ عارف انا لو هتلعب، بص يا كابتن، عارف انا لو ما كانش في كاس مصر كنت عملت ايه؟ كنت رحت مجموعه كنت لعبت بفرقه اللي تحت اللي هي اخليها يكمل الدوري، هم اللي يكملوا الدوري. بس هو للاسف عنده بطوله ثانيه. عندي بطوله ثانيه، ما هو ده اللي انا بقول لك، الضريبه اللي احنا بنتكلم فيها. ف يعني خلينا نقول يعني ايه، نلتمس لهم العذر، وهم كمان الضغط اللي حصل لهم في الفتره اللي فاتت دي، وتعدي الموضوع، يعدي عادي خالص، مش عايزين نقف عنده، احنا محترفين، خلينا نفرح بالبطولات. صحيح كابتن بلال، حسمت البطوله وده الاهم، بس واضح ان مستر كولر ليه فكر واستراتيجيه في التعامل مع اداره المباريات في الفتره دي. شوف يا كابتن، يعني احنا مش بصدد نحلل مين كان وحش ومين كويس ومين ادى ومين ما اداش، لان خلاص انت بتتكلم في بطوله منتهيه. يعني مظبوط، محسومه خلاص. اه، بطوله محسومه منتهيه بالنسبه لك، تمام. انت طبعا كنت تتمنى ان انت ما تخسرش النهارده، وده طبيعي، خد بالك، لكن انت خسرت. لكن خسرت نقاط غير محسوبه. ايوه تمام. خسرت غير مؤثرة. خد بالك، خسرت عشان بس الناس ما تقعدش تعدد الخسائر بتاعت النادي الاهلي، يعني لانها خسائر كلها مش 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 ايجابيه، يعني فاهم. خسرت بطوله بينك وبين بيراميدز، انت بتلعب مباراه يعني ابتديت بتشكيل وراجل عايز يتفرج على الناس، وبعدين بيحاول يعمل بعض تغييرات وساب بعض اللعيبه تكمل في المباراه. فالنهارده مباراه من وجهه نظر الشخصيه، تمام، هي مباراه استكمال لبطوله الدوري العام اللي انت كسبتها. أي. تمام، وليست مباراه للتقييم. أي. وليست مباراه للحصول على الثلاث نقاط اللي انت محتاجهم، وليست مباراه للشو، يعني فاهم قصدي، هي مباراه بتكمل بيها بطوله الدوري العام، وبرده المباراه القادمه نفس الوضع، مش دي بس، يعني ده المباراه دي والمباراه اللي جايه هما نفس الوضع من وجهه نظر الشخصيه. يعني فانا ما اقدرش احاسب لعيب عليها، ما اقدرش احاسب مدير فني عليها، ممكن يكون وجهه نظر مختلفه. بالزبط. تمام، في اوضه اللبس حتى مع اللعيبه كمان، العبوا خدوا راحتكم، ما فيش مشكله، ما فيش ستريس، ما في مش هحط اي ضغوطات على اللعيبه، انا احط اي تشكيل، اللعيبه اللي ما لعبتش تلعب وتاخد فرصه، تمام، اللي ما شاركوش بصفه مستمره هيشاركوا. كل الحاجات دي بتتقال في المواقف اللي زي دي،
فمش هينفع احنا نبقى زعلانين وعاملين كده. وانا المنظر الحقيقي اللي شفته في الاستاد انا يعني ما حبيتهوش الحقيقه. لا يبقى زعلان قوي، زعلان من ايه؟ زعلان من ايه؟ من الخساره. هو يمكن زعلان من الخساره طبعا، بس يعني سعيد نادي الاهلي وزعلان من الخساره. لا بالعكس، الخساره يا بلال على مر السنين بالنسبه لنا ماشي صح يا كابتن. انا معاك، اكيد حاجه تزعل. انا معاك ان انت ما بتحبش الخساره حتى لو بتلعب تقسيمه. صحيح، احنا تعودنا على كده. انا بروح العب بلاي ستيشن او طاوله بجنن واكسب. فيجي مثلا اصحابي يقولوا بص انت طول عمرك متعود، انت كده انت هتموت عشان تكسب حد في الطاوله، فاهم قصدي؟ فاحنا تعودنا على المكسب حتى لو بتلعب خماسي، فاهم قصدي؟ لكن مش لدرجه ان انا بقى خارج بقى ايه موطي في الارض كده وحاسس ان انا عملت جريمه. انا ما عملتش جريمه، بالعكس انا كسبان الدوري العام وكسبان بيراميدز في الكاس وفي السوبر وكسبانه في الدوري وكسبانه في الكاس، ويعني عامل كل حاجه في الاهم. كسبته في الاهم، كسبته في طبعا بالظبط، انت كسبته في البطولات المهمه. ها طبعا يا كابتن، طبعا لازم يبقى لعيب ذكي. بالعكس ده انا تروح وتسلم وتبوس مبروك يا شباب بالظبط. يعني ايه اللي ما حصلش حاجه؟ صح، للزعل اللي انا شايفه في وسط اللعيب. عكس ده، انا مباراه فور فان بالنسبه لي انا شخصيا، يعني واخد بالك؟ احنا جايين هنا في الاستوديو بنؤازر الناس، ومش جايين نحل المباراه مهمه بالنسبه لنا فجايين متشنجين. لا خالص، بالعكس احنا جايين نستمتع، فاهم قصدي؟ وهم كمان في الملعب لازم يوصل لهم حته ان انت رايح تستمتع، تلعب مباراه للاستمتاع. انت بتكمل بطوله دوري عام كسبان زي ميسي كده، لما سالوه بعد ما خد كاس العالم، قبل كاس العالم قال لك لو خدت البطوله دي هعتزل، بعد كاس العالم قال لك انا بقول لك لا انا عايز اروح وانا كسبان، يعني احس بطعم ان انا بلعب وانا واخد بطوله كاس العالم. ده الفرق، فاهم قصدي؟ فانا لعبتي اخده بطوله الدوري العام واخده بطوله افريقيا واخده كاس مصر واخده السوبر المصري، ومتدلعين على الاخر فرحين مباراه النهارده. استمتعوا. انا كان نفسي النهارده في ما واحد يدي واحد كوبري يرقص ترقيصه يعمل تشميسه، عارف انت ايه؟ ما تاخدش الموضوع بحساسيه، فاهم قصدي؟ لكن احنا من طبيعتنا زي ما قال كابتن علي وكباتن ان احنا بتاذينا كلمه ان انت اتغلبت. يعني ايه اتغلب انا النادي الاهلي؟ ما ينفعش اتغلب، تمام؟ بس انا الهزيمه دي ما تفرقش معايا ب 3 جنيه يعني، فاهم؟ كسبان الدوري واداني كسبان كل البطوله، مرحرحه بالنسبه لي، وما عنديش ازمه وما عنديش مشكله. صحيح. عايز تكسب اتفضل اكسب، مش مشكله. صحيح. ما عنديش ازمه في الحته دي يعني. مبروك عليك، فاهم قصدي؟ بالظبط، مبروك علينا الدوري، مبروك عليك. صحيح. الثلاث نقاط اللي استمرت بيهم مركز ثاني. صحيح. المهم نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه، ونرجع لحضراتكم مره اخرى. Heute, dann sie haben gesagt, dann die standen tief und haben dann mit Kontern gespielt. Ich finde das nicht so ganz wahr. In der ersten Halbzeit haben sie viel mehr Chancen und sie haben viel besser gespielt. Sie haben die Mittelfeld komplett kontrolliert. Was, aber wenn es wirklich Konzentrationsproblem ist, woran liegt es dann? Hat ist zu tun, dass der Ahli dann schon die Meisterschaft bekommen hat und von daher war die Konzentration weg. Die zweite Frage ist, was sagen Sie zu Hussein Shahed, was er gemacht hat, dass er eine Ohrfeige gegeben hat für einen Spieler von Pyramids? Und das ist, haben wir alle gesehen und das ist nicht sportlich. Und was sagen Sie zu seinem Verhalten und werden Sie ihn dafür bestrafen? Okay, es ist natürlich so, dass wir haben alle Titel geholt, die wir holen können hier in Ägypten. احنا اول بس حاجه عشان نبقى واضحين، احنا حصلنا على كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها اصلا. Und die Meisterschaft ist gelaufen. والدوري خلاص خلص واحنا خدناه. Und wir haben jetzt irgend 9 Punkte, glaube ich, Vorsprung. متهيألي ان احنا متقدمين كمان بتسع نقط عن المنافس. Pyramids ist fertig mit der Meisterschaft. Wir haben noch ein Spiel. Pyramids خلص الدوري بالنسبه له، خلاص ماتشات الدوري احنا لسه عندنا ماتش. Also sie können nicht mehr näher kommen. فهم خلاص مش هيقدروا يقربوا مننا اكتر من كده، فرق النقط خلاص زي ما هو. احنا كل ماتش ضدهم كسبناه. وبعدين هم كسبوا النهارده واحتفلوا بعدها احتفال كبير جدا. هم لا هم خدوا مننا بطوله ولا حتى قربوا مننا في النقاط، احتفلوا النهارده واعتبروه مكسب. ولعبوا احسن مننا النهارده طبعا، تمام، هم فرحانين بده كويس. مفيش فرقه في مصر ولا يمكن في القاره كلها لعبت عدد ماتشات زي اللي الاهلي لعبها. Das ist auch normal, dass ich irgendwann müde bin, dass ich irgendwann müde bin im Kopf, dass ich müde Beine habe und dass ich einfach nur noch in Urlaub möchte, dass ich einfach Fußball ist hier, die ist nicht mehr klar und ich habe keine Freude mehr und dann muss ich in Urlaub gehen.
طبيعي جدا بعد كل عدد الماتشات اللي كلها شدتها عاليه دي ان انا كلاعب اوصل لمرحله ان انا مش قادر بدنيا، مش قادر ذهنيا، مش قادر ابص حتى على الكوره، مش قادر اشوفها، دماغي ما بقتش صافيه، مش ذهني مش صافي خلاص، مش قادر، رجلي مش قادره تشيلني من كتر التعب والارهاق اللي انا فيه، بس جسمي بيصرخ بيقول عايز اجازه ومحدش رحمني وعايز يديها لي. ده اللي الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. Wir können nicht nur immer verlangen von den Spielern, sondern wir müssen auch Verständnis haben und wissen auch, okay, ja, jetzt ist die Flasche voll, jetzt geht nichts mehr rein, okay, ja, und jetzt müssen wir Dampfler rauslassen, also wir die brauchen absolut ja, Ferien, Urlaub und مش, das muss zwingend notwendig sein. Und مش ممكن ان انا هفضل دايس على اللعيبه على طول ونفضل طول عمرنا نيجي على اللعيبه. Das muss der Verband verstehen, das müssen alle anderen verstehen und wir müssen das durchbringen. ولازم ان انا اتعامل مع اللعيبه دي انها بني ادمين من لحم ودم، عندهم قدرات وما خلاص وصلوا لمرحله ان هم بيتحرقوا خلاص، مش هيقدر يدي اكتر من كده، وده متوقع جدا بعدد الماتشات دي. وللاسف مفيش حد في المنظومه كلها قادر يفهم ده، قادر يفهم ان هم بني ادمين وان انا ما اقدرش ادوس عليهم اكتر من كده، وان هم وصلوا لمرحله خلاص لازم اتحاد الكوره وكل المسؤولين عن الكوره في مصر وفي المنطقه يفهموا ان اللعيبه دي محتاجين اجازات، والا هنخسرهم لمدى طويل جدا. لازم تفكروا في اللعيبه دي انها بني ادمين محتاجه راحه. Und das Zweite habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen jetzt so. Wir werden das anschauen. Ich weiß nicht, ob der gegnerische Spieler irgendwie was gemacht hat oder was gesagt hat. Wenn das aber so ist, dass nur unser Spieler schuld ist, okay, dann werden wir das sicher anschauen und werden das auch nicht akzeptieren. بالنسبة للنص السؤال الثاني على حسين، أنا ما شفتش الواقع خالص ولا حد في الجهاز بتاعنا شافها، فبالتالي هنشوفها بالراحة كده ونشوف هل هو اللي فعلا عمل حاجه، هل المنافس استفزه، وخصوصا الاستفزازات كانت جامده جدا النهارده. هنشوف، ولو هو فعلا اخطا والموضوع من ناحيه لعيبنا احنا بس، فبالتاكيد هيبقى لنا رد فعل ان احنا ما نقبلش حاجه زي كده. اسلام محمد، طبعا في البدايه ببارك لحضرتك على بطوله ان فان جراتولي جدا في دي مايسترشافت ان هارد لاك في ان شبيل هويتر كان بيشارك مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هل حضرتك اتعمدت انك تنزلهم النهارده وان هم يشاركوا عشان تقف اذا كانوا هم هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي ولا لا؟ وعايز بس اسال حضرتك سبب تراجع اداء محمد الشناوي، هل بسبب العروض اللي احنا سامعينها الفتره اللي فاتت ان في اكثر من عرض سواء من النصر السعودي او من الانديه الاخرى؟ وشكرا. Heute haben dann ein paar Spieler gespielt, die früher nicht regelmäßig gespielt haben und wenig Minuten gespielt haben. Haben Sie das absichtlich heute gemacht, damit Sie anschauen, ob diese Spieler weiterbleiben können oder bei uns nächste Saison bleiben sind oder nicht? Das ist die erste Frage. Und die, also die Leistung zu beurteilen. Und die zweite Frage über Shenawy, warum Shenawy dann heute so schlecht aussah, dann hat es damit zu tun, dass er nicht konzentriert ist wegen die Angebote, die er bekommt dann vom Ausland, wie zum Beispiel von Nasser. Und deshalb dann ist er unkonzentriert heute. Die erste Frage, dass viele neue Spieler oder Spieler, die nicht gespielt haben, dass sie es beurteilen wollen für nächste Saison. Also Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollte ich sie auch sehen, dass sie gegen einen starken Gegner, wie sie sich da bewegen und wie sie sich eventuell durchsetzen können oder nicht. Und das ist ja dann wichtig, gegen so einen Gegner sie spielen zu lassen, um eben auch, weil es ging, in dem Sinne ging es um nichts mehr, wir sind schon Meister und das war eine gute Möglichkeit, um auch mehr Informationen zu bekommen. السبب طبعا اساسي ان انا كنت عايز اشوف لعيبه معينه في ماتش عالي، يعني قدام فرقه كبيره او فرقه صعبه، واشوف تحركاتهم تصرفهم بالكوره ومن غير كوره في ماتش في المستوى ده، وخصوصا الماتش كان بالنسبه لي تحصيل حاصل، فاعتبرته ماتش تجربه لبعض اللعيبه لبعض الحركات في الملعب، واقدر ان انا اقيم تقييم مظبوط قدام منافس قوي، فاقدر احدد فعلا اللعيب ده مستواه ايه بالنسبه للمستويات القويه ومستويات العالي. Ich habe noch keinen Spieler fragen können, ob das jetzt ist, weil er in Vertragsverhandlungen ist oder weil irgendetwas anderes privat ist oder weil er müde ist. Ja, das Spiel ist zu Ende. Ich bin da draußen, haben wir uns noch besprochen. Und
das ist dann die nächsten Tage, die wir das besprechen müssen. ما فكرتش خالص في موضوع هل المستوى بسبب مثلا هو او حد اي لعيب تاني بسبب ان في تجديد او عروض او بيفكر عنده مشكله شخصيه، ما دخلتش لسه في الحته دي ان انا اشوف السبب النهارده ايه، لكن كنت واقف مع الجهاز بتاعي واتكلمنا في حاجات تانيه، لكن ممكن ان احنا اليوم الجاي نشوف الاسباب يعني. من الواضح طبعا ان مستر كولر اتكلم عن النجاحات بتاعه الموسم ده، اتكلم على تقريبا معظم الكلام اللي احنا قلناه ان الاجهاد الذهني والجهاد البدني. السنه دي اللعيبه لعبت ماتشات كتير جدا، فالوضع الطبيعي خصوصا ان انت حسمت الامور مبكرا، فده وضع طبيعي في اجهاد ذهني. يعني لو حد بقى اتكلم على موضوع التدوير بالذات، حتى في موضوع التدوير في اجهاد ذهني، في اجهاد بدني. نادي الاهلي اكتر نادي لعب في بطولات مختلفه السنه دي، نادي الاهلي زي ما قالوا كابتننا الكبار سفريات على طول، الاجواء مختلفه، عليك ضغوط طول السنه. الحمد لله رب العالمين انت عملت موسم ناجح، موسم تاريخي يضاف لبعض المواسم التاريخيه اللي النادي الاهلي برضه هو اللي حققها، فانت خدت كل حاجه. فمش عايزين نقف على ماتش تزعل طبعا. طبعا الهزيمه تزعل، احنا كنادي اهلي لا نتقبل الهزيمه. ولكن مش عايزين ان هزيمه النهارده زي ما قالوا كابتننا الكبار ان هي تنسينا نجاحات السنه دي، خصوصا ان واضح ان مستر كولر ليه فكر ورؤيه مختلفه في التعامل مع المباريات في نهايه المرحله او بعد حسم البطوله. كابتن علاء اعتقد نفس الكلام اللي احنا قلناه ان طبعا الهزيمه زي ما قلنا ورده، الهزيمه احنا كلنا بنزعل عشانها، ولكن ما تنسيناش نجاحات كتير جدا جدا حصلت الموسم ده. هو يا ايمن كل اللي احنا قلناه نقاش اللي حصل معانا كلنا تقريبا كولر قاله في المؤتمر، كل حاجه قالها تقريبا يعني. لكن بص في الاول والاخر هو حتى على فكره تعبيرات وشه متضايق عشان الهزيمه. تبقى الهزيمه هزيمه. أي. كويس؟ خصوصا انت مع نادي الحمد لله نجاحاتك يعني السنه دي حاجه مش طبيعيه، لكن هزيمه عمرها للمره المليون ما هتاثر على اللي انت عملته السنه دي، استحاله. اللي يفكر في كده او يحاول يوصل المفهوم ده يبقى بني ادم مختل عقليا تماما. مباراه خسرتها ماشي اسمها خساره، لعيبتك كلها زعلانه، كولر اكيد تعبيرات وشه اكيد مش زي ما يكون كسبان، لكن خلاص انت بتتكلم في موسم مش طبيعي. انت بتتكلم على الموسم، بتتكلم على الارقام اللي اتحققت. بص من ضمن النادي الاهلي لعب السنه دي 57 مباراه مع مستر كولر، 41 فوز اوكي و11 تعادل، 5 هزيمه. انا بتكلم في جميع البطولات، 5 هزيمه من فرق كبيره، 5 هزيمه، 4 منهم في بطوله افريقيا و2 في بطوله افريقيا و2 في كاس العالم للانديه. يعني فرق كبيره. ليك 107 هدف، عليك 34 هدف، عدد البطولات هذا الموسم 5 بطولات. ايوه يعني بقول لك كلها ارقام. انت بتتكلم في موسم الحمد لله استثنائي بالنسبه لك تماما، ف مفيش حد ممكن يعني زي ما بيقولوا كده عكر الصف. وان بهزيمه بتاعت النهارده يا سلام، انا هزمت النهارده هتنسيني النجاحات دي كلها؟ يعني انسي الناس كلها اللي عملوه الاداره والمدرب واللعيبه، انا استيهم السنه دي؟ لا طبعا خالص. هزيمه تضايق خصوصا النادي الاهلي. ايوه الهزيمه دي لو حد تاني عادي جدا ولا هتفرق، انما النادي الاهلي هزيمه لا. الكلمه نفسها مش 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 احنا مش بس انت لو ما حسمتش البطوله كان هيبقى التعامل مختلف في المباراه دي ودي اللي قبلها واللي قبلها اللي قبلها. لا طبعا الموضوع هيبقى بص ايمن، حسمك البطوله مؤكرا خلاك انت كمان بقيت هادي. حتى كولر بيتكلم في المؤتمر يعني تقريبا الكلام كله قلناه، بدا يبص وبدا يحضر للموسم القادم وبدا يلاعب اللعيبه، يشوف ده هيلعب ازاي في مع فرق كبيره زي دي تحت ضغوطات زي دي. ده اللي حصل النهارده. بلال بيقول لك اللعيبه انا مش عايزهم يطلعوا متضايقين وكده، هو لكن هي دي مشكله لعيب النادي الاهلي ده يا بلال. صح. حتى لو واخد بطوله وفرحان بيها يخسر، هو كلمة هزيمة بالنسبة له بتضايقه داخليا، بيبقى طالع مش طايق نفسه. مظبوط. كله نهار طالع متضايق. يعني على فكرة أنا اتبسطت والله العظيم، أنا اتبسطت من شكل لعيبة النادي الأهلي خارجين متضايقين إن أنا خسرت النهاردة. تخيل مع كل نجاحاته والبطولات دي والأفراح دي
وخسرت النهارده فانا طالع متضايق. هو ده دي النوعيه يا جماعه اللي مره مليون. الحمد لله البطولات اللي جت في النادي الاهلي دي كلها من زمان قوي والله ما جت كده. ده جت في حاجات مبنيه صح. جت ناس ما بتحبش الهزيمه، دايما ناس بتحب تكسب. اه الحاجه هزيمه ومكسب دي حاجه اكيد موجوده، لكن انا عايز اعمل ايه؟ انا دايما ببقى نازل عايز اكسب. ما بلعبش غير على بطوله. حته الخساره او الهزيمه عندي بالنسبه لي كلمه بعيده، مش كلام، ده فعل. ده فعل مش كلام يا ايمن. دي افعال، ده تفكير، دي ناس مركزه، دي ناس عارفه هي فين، متربيه على كده. الولد الصغير متربى على كده. بلال بيقول لك انا بقعد دلوقتي العب مش عارف ايه وايه. بلال ده خلاص احنا لعبنا وانت عايش الكلام ده. تعال اتفرج على ولد في اكاديميه النادي الاهلي، ولد قد كده لو خسر ممكن تلاقيه مثلا بيطلع بيعيط لابوه. فهو هو ده النادي الاهلي ايمن، صغير كبير فريق اول، مهما تكسب بطولات موضوع الهزيمه الى حد ما بيضايقك داخليا. النهارده في القناه احنا بنتفرج، يعني القناه الناس كلها مبسوطين وكل حاجه، بس هزيمه الناس متضايقه، الناس زعلانه ان الاهلي خسر، لكن في الاخر خلاص مباراه انتهت غير مؤثر بالمره. الموضوع منتهي يعني. ده يا بص ايمن دي ملهاش نسبه تضايقك يعني. يعني لو تحط نسبه النهارده انا مش لاقي نسبه، مفيش نسبه خالص، بره بعيد خالص. خسرت مباراه خلاص، الظروف المباراه وظروف التشكيل بتاع كولر وظروف تفكير كولر كمان. هو عايز النهارده باتشيكو عايز حاجه، كولر بيفكر في حاجات تانية خالص. باتشيكو عايز الحاجه اللي هتحيي الموسم بتاعه. النهارده هو الموسم بتاعه اتحيى النهارده. صحيح. لا كولر بيفكر في حاجات بعيد خالص عن ليه اهداف تانية عن الدوري وعن الكلام ده. خلاص الحمد لله بيفكر في فرقته السنه الجايه، بيفكر في لعيبته، مين هيستنى، مين هيروح، مين هيجي. هو دايما المدير الفني في مليون حاجه في دماغه، بس الحمد لله ان كلها حاجات ايجابيه. يعني كولر بيفكر، هو راجل واخد بطولات كلها في منتهى السعاده اللي هو موجود في النادي الاهلي ووسط اللعيبه دي الحمد لله، فهو مش مضغوط في حاجه خالص، كلها صحيح. تفكير ايجابي. خلاص هو حتى كلامه كله في المؤتمر النهارده ماشي. في سنه زعل لان هو مش متعود على كده. عارف ده متعود على الهزام لما جه النادي الاهلي كانت عادي جدا بالنسبه له، انما ده جه نادي ما بيعرفش فيه طعم الخساره. يعني صحيح. الارقام اللي انت بتقولها دي ايمن ارقام مش طبيعيه بالنسبه لمدير فني للنادي الاهلي. فطبعا ده في اول موسم، يعمل الارقام دي. فهو عارف هو فين بالظبط. فطبعا مفيش اي مشكله النهارده خلاص. طبعا اللعيبه اللي حصل النهارده اكيد انتهى الموضوع تمام، مفيش مشكله طبعا. صحيح. انا عايز اناقش معاكم يمكن الكابتن علاء، كابتن اسامه، اتكلم عن الموسم القادم، واكيد دي من ضمن افكار مستر كولر الفتره اللي جايه والموسم اللي جاي هيعمل ايه. البطولات هتزيد على فكره. لو اتكلمنا على الموسم القادم بالنسبه للنادي الاهلي، هو الموسم لم ينتهي بعد النادي الاهلي. انت عندك مباراه لسه مؤجله مع النادي المصري، اخر مباراه في الدوري، وعندك بعد كده يوم 30 ان شاء الله 30 يوليو عندك مباراه مع الداخليه في الكاس، ولو ان شاء الله باذن الله المكسب يبقى للنادي الاهلي. بعديها عندك برضو ماتش مع المصري البورسعيدي يوم 3 اغسطس، ثم بعد كده بقى ان شاء الله هتاخد راحه. الراحه يعني الراحه للاسف مش هتاخد راحه بصوره زي ما بنقول ايه، ساعات كنا بناخد اسبوعين ثلاثه مثلا راحه بين الموسمين او اسبوعين، على ما اظنش انها هتوصل لاسبوعين، لان من المفترض ان انت عندك مباراه كاس السوبر الافريقي يوم 1 سبتمبر مع اتحاد العاصمه. كويس. الموسم اللي جاي هيبتدي 1 سبتمبر بالنسبه لك، عندك كاس السوبر، بعديها هتستكمل النسخه بتاعه كاس مصر في الاسبوع الاول من سبتمبر. من المفترض ان الدوري هيكون في الاسبوع الثاني من سبتمبر. يعني اللعيبه اللي اتطحنت السنه دي ممكن تاخد لها بالكثير 10 ايام مثلا راحه وتبدا الاستعداد للموسم الجديد. بص بقى الموسم اللي جاي هيكون عندك ايه؟ عندك بدايه دوري وبقيه كاس مصر وكاس مصر النسخه الجديده وكاس السوبر الافريقي بدايته، كاس السوبر المصري، كاس السوبر المصري، ولو يعني انت دخلت في كاس الرابطه كمان. كويس. نيه الرابطه حتى الان المسؤوله عن البطولات انتهاء البطوله في شهر يوليو. كويس. يعني تقريبا محتاجه 300 يوم.
محتاجة 300 يوم. النادي الأهلي عنده بطولات كتير جدا 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 الفترة اللي جاية. من السنة الجديدة بتكلم على السنة الجديدة. عندك قلنا السوبر الأفريقي، عندك دوري أبطال أفريقيا، عندك الدوري الأفريقي اللي النادي الأهلي هيشارك فيه وده محدد ليه حتى الآن 20 أكتوبر. ثمان أندية، أفضل ثمان أندية وذهاب وعودة اللي هي الدوري الأفريقي. كويس؟ معمول بنظام خروج المغلوب. عندك كأس عالم للأندية من 12 ديسمبر ل 22 ديسمبر. تخلي بالك بتتكلم على بطولات النادي الأهلي السنة الجاية بجانب التجمعات بتاعة المنتخبات والارتباطات بتاعة المنتخبات. وانت معظم لعيبة الأهلي أو على الأقل انت بتتكلم على 7 8 9 لعيبة من المنتخب هيروحوا النادي الأهلي. فموسم مش شك هيروحوا المنتخب. الموسم اللي جاي أصعب من الموسم ده، أصعب على النادي الأهلي ولعبته من الموسم ده كيفية التعامل معاه. وأعتقد أن الموسم الجاي طبعا برضو لازم نكون يعني حقانين شوية. أنا مش عارف الموسم الجاي هينتهي إزاي، هيستكمل إزاي. السنة دي الموسم استغرق 281 يوم. كويس؟ لو اتكلمنا بقى على التوقفات بالنسبة للأندية السنة الجاية والبطولات وزائد كمان فيها المنتخبات والارتباطات بتاعت المنتخبات، عشان انت تبقى محتاج ال 281 يوم دول السنة الجاية مش هتلاقيهم. هيبقى عندك فرق 147 يوم محتاجهم عشان تخلص البطولات المحلية. الحلول لا في حلول تقدر تقولها إلا لو مثلا لعبت الدوري ده من دور واحد. لا دوري من دور واحد في العالم كله في او مجموعتين برضو لا. انما الصعوبات كلها خلي بالك هتبقى على النادي الاهلي. طبعا ما هو النادي الاهلي طبيعه الحال هو الاكثر اشتراكا في معظم البطولات، هو البطل في معظم البطولات، فعشان كده بيشارك تاني بصفته حامل البطولات سواء المحليه او حامل البطولات القاريه، فبيشارك تاني في كل البطولات دي. مش هتلاقي ده موجود يمكن الأهلي ثم نسبيا بعض الأندية اللي بتشارك في البطولات الإفريقية والعربية زي بيراميدز، زي الزمالك شوية، زي فيوتشر معاه في الكونفدرالية، بس لكن معظم الضغوط هتبقى على النادي الأهلي. أولا فكرة إن الدوري يتلعب من دور واحد أو مجموعتين، ده بقى نبقى احنا هنفضل في الموال ده بقالنا 40 ولا 50 سنة من ساعة ما كنا بنتفرج على كورة لغاية دلوقتي. يبقى احنا ناس فشلة. مفيش دوري في العالم حاجة اسمها دوري يتلعب من دور واحد، ولا في حاجة اسمها دوري مجموعتين. انت بتضعف قيمة الدوري بتاعك بدرجه كبيره جدا اكتر ما هو في مشاكل. يعني هو اصلا الدوري بقت ما فيش جماهير تقريبا بتحضر، يعني نسبه الجماهير بتحضر في احنا 18 نادي احسب بقى كم اسبوع بيتلاعب والكلام ده، تقريبا الماتشات بيحضر فيها 2000 و3000 و4000، عدد ضعيف جدا. يعني عدد ضعيف جدا بالنسبه لدوري يصنف، يعني بالنسبه لدوريات العالم عدد ضعيف جدا، حتى بالنسبه للدوريات العربيه دلوقتي. فانت عندك مشاكل اساسا، فانت هتيجي تضيف على نفسك مشكله تقول من دوري دور واحد، ما خلي بالك يبقى ده مش دوري. ما انا خلي بالك عايز اقول لك حاجه بس ما هو برضو كل ده هيزود العبء على النادي الاهلي ولاعيبته. كويس؟ انت بتتكلم على السنه دي على كام؟ 50 مباراه بنقول دلوقتي لعبناها السنه اللي فاتت. 57 مباراه. انت السنه الجايه لا هتلعب اكتر من كده، 57 غير لعيبه المنتخب. ماشي. أيوة هو انا بقول لك انت هتلعب اكتر من كده، 70 80 مباراه. يبقى في حاجه حل من ايه الحق؟ لا انا بتكلم الاول الدوري، انت بتكلم الاول دلوقتي على اتحاد الكوره. ايوه والمسابقه، نظام المسابقه في مصر. كويس. اولا دور واحد ده ولا بلاد الواق الواق ما بنشوفهاش دي. دوري مجموعتين يبقى انت دخلت في فشل تاني
وكل اللي انت بتعمله وعايز تعدل فيه بترجع تاني لنفس الفشل اللي ما هي ملهاش حلول. لا ليها، ما هو ليها ملهاش حلول ايه، ما هو يعني عندك انت لو كملت لك انا على الارتباطات الافريقيه بتاعه انا بقول لك في مشاكل، وانا بقول لك لا ما فيش مشاكل المنتخبات هتلاقي ما فيش وقت اصلا ماشي، بس هو انديه العالم كلها بتلعب ازاي او بتعمل ايه، ما احنا لازم نفكر ونشوف ايه الحلول. يا اما في بعض الاشياء ما يبقاش فيها مشاركة بقى، يعني في حاجات لازم تنحي نفسك بعيد عنها، سواء انت كاتحاد كورة او سواء انت كأندية. انت اتحاد الكورة دخلت كاس الرابطة وانت اصلا مش عارف تنظم الدوري. طب يعني مش عايز اقول يعني حلاوتها ولا بتاع ان انا اعمل دوري من دور واحد وعايز العب كاس رابطة، طب ليه او عايز العب دوري من مجموعتين واعمل كاس رابطه؟ انت بتزود على نفسك، انت قاعد تضغط نفسك ببطولات وانت اساسا مش عارف تكمل او تستكمل او تعمل نظام للمسابقه الاساسيه لاي بلد في العالم بتلعب كوره. رقم واحد بالنسبه لها الدوري العام، لا كاس ولا رابطه ولا بتاع، هو الدوري هو المسابقه الاولى في كل، في انجلترا كده، في فرنسا كده، في المانيا كده، في السعوديه كده، في الامارات كده، في افريقيا كده، في الجزائر كده، في تونس كده، مفيش دوله في العالم نمره واحد عندها الدوري العام. فانا هاجي ابوظ نظام الدوري واقول من دوري من دور واحد او من مجموعتين ونرجع في نفس الموال اللي الكره المصريه بتمر عليها من سنين، ونرجع تاني ونقول نظام فاشل، ونرجع تاني نقول نعمل من مجموعتين. خلاص يبقى هي اما انحي نفسي من بطولات ما شاركش فيها كاتحاد كوره او الغيها، او انديه تحاول تقلص البطولات اللي بتخش فيها. لكن انا ما بوظش نظام مسابقه عشان انا هعمل مسابقات شبه جانبيه. كويس، بس مثلا يا كابتن عادل ناخد مثال النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده معمعة السنة الجاية، وكلمت على البطولات، وصعب مثلا النادي الاهلي ان هو يتنحى مثلا عن كاس العالم انديه، لا طبعا، ولا كاس ولا أفريقي. دوري افريقي طبعا، ولا كاس السوبر الافريقي طبعا، لا بطولات قاريه. السنه اللي جايه او الموسم اللي جاي هيبقى موسم صعب جدا 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 على النادي الاهلي كجهاز فني، كلاعيبه، ده حتى جماهير. في انديه تلعب بطوله عربيه ضيفها. لا، ما انا بتكلم على الاهلي بس دلوقتي، على النادي الاهلي بس دلوقتي. لا، في بطولات كتير جدا، ده حتى على مستوى المنتخبات. اقول لك حاجه، خلينا ناخد الامر ببساطه. لو عايز تعمل انضباط في دوريك وفي كره القدم في مصر لازم تبقى محترف 100%. بمعنى انت دلوقتي حته القايمه لازم تبقى مفتوحه زي اوروبا، ده حل من الحلول. القايمة مفتوحة ازاي؟ اعمل لي قايمة مفتوحة وعدد من اللاعبين كبير، ها؟ اقدر العب جميع البطولات. وتعمل جدول ثابت. والامكانيات المادية عادة تعمل فيها ايه؟ ما هو انت دلوقتي انت هي اصلا الاندية عارفة تصرف على نفسها عشان انا مش بتكلم. طب انا اسالك سؤالك، هتتعاقد مع كام واحد؟ طب انا اسالك سؤال، هو الاندية ليه مش عارفة تجيب فلوس؟ هادي بقى، ما هو حاجات كتير، مشاكل كتير. لا، ما هو انا قبل ما اتكلم قلت كلمه، قلت لازم نبقى محترفين. كره القدم بقت صناعه، كره القدم ما ينفعش يلعب فيها الانديه اللي ما معهاش فلوس. ليه؟ لان دلوقتي انت بتشتري لعيب بكذا ولازم تقنن سعر اللاعبين، دي واحد، ما يبالغوش الفرق في اللاعبين، ولازم القطاعات تشتغل، ده احتراف وصناعه. لو عاوز تعمل كره قدم يبقى الحل الاولاني افتح القائمه، الحل الثاني قلل البطولات. تعال نتكلم على البطولات اللي بتتلعب، اهدافها ايه؟ بتبقى عند الدوري الانجليزي، عند انديه زي ليفربول. انا في الدوري الانجليزي يعتبر دلوقتي المان سيتي زي الاهلي، اللي هو بياخد البطولات وبيشتغل، خد اوروبا، انت خدت افريقيا، خد الدوري، انت خدت الدوري، خد الكاس، انت خدت الكاس. انت بتتكلم في الانديه. لكن في بطولات تانية بيقل شويه لعبه، بيلعب ناس ثانيه عشان عنده قايمه كبيره وقايمه مفتوحه. لو حبيت تعمل دي اهلا وسهلا،
لانه في نقطه الناس مش واخده بالها. انت لو عملت دوري من مجموعتين انت بتقلل القيمه التسويقيه طبعًا. للدوري المصري طبعًا. واحد بتقلل ضغط قوه المباريات في الدوري فما بيستفادش. هو المنتخب القومي بيتعمل ازاي؟ ملوش الا طريقين، ملهمش ثالث، لا دوري قوي يفرز لعيبه منتخب اقوياء، لا احتراف حقيقي يفرز لاعبين محترفين. انت بقى عاوز تدخل من الباب الخلفي وعاوز ترد ده وترد ده وترد ده، مش هينفع. يعني انا هقول لك حاجه مهمه قوي، النادي الاهلي عمل السنه دي حاجه لمصر اكتر من النادي الاهلي. ايوه عشان تعرف، كاس السوبر او سوري بطوله افريقيا ولا كاس العالم للانديه، انت بتلعب باسم مصر، ما بتلعبش باسم النادي الاهلي بس. هو اسم النادي الاهلي المصري، حتى لما بيتكتب على اللوحه المباراه الفرقه دي والفرقه دي، بيكتبوا الوداد المغربي والاهلي المصري. فانت كل اللي انت بتعمله ده علشان تشرف بلدك كمنتخب وكانديه في البطولات. صحيح. بيعود على الانديه طبعا، والنادي بيبقى اول بطل، لكن بتعود على الكره في تعرف ان النادي الاهلي لما بياخد البطوله ولو بمدرب مصري، المدربين المصريين يكتروا في الدوريات. مظبوط مظبوط. انت ايه اللي مخلي السوق المصري بره تلاشى؟ مفيش مدرب مصري يطلع في اي دوري بره. خلاص، عارف ليه؟ علشان اداء المدربين المصريين في دوريهم مخلي الناس ما تستعينش بيهم بره، دي حقيقه يعني. علشان او قلت يعني، لا مفيش قلت ايه، اللي بيروحها يعني، ما حدش يقدر يعدي جنب الدوري السعودي مثلا مدرب مصر. خلينا نبقى واقعيين ونتكلم كلام واقعي يعني. بس مش عشان كفاءه بس، داخل فيها حاجات كتير، في حاجات كتيره ثانيه، مش في عوامل كتير بس. بمعنى في ناس كفاءتهم اقل في الدوري السعودي من مدربين مصريين وشغالين. ما هو ده مين؟ ما هو عادي. انا بقول كتير والله، كتير يا لا خلاص كابتن، مش عايزين نتكلم، مش عايزين نتكلم، كلها بتروح والزمالك. بالظبط، تروح الخليج بعد كده. بتروحوا فين؟ ده كان انت هنا عشان انا بكلمك على الدوري الجديد. انا الدوري الجديد، الدوري السعودي الجديد، انا مش في صدد ولا اللي فات، انا مش في صدد ان انا اتكلم عن ده، بس انا بكلمك. هات لي مدرب، هات لي مدرب دلوقتي في الدوري المصري. ما هو كابتن، عشان الدوري المصري الفرق الكبيره اللي بتاخد بطولات فيه. لا انا ما بتكلمش على الاجانب، الزمالك مثلا، انا وبيراميدز، انا ما بتكلمش على الاجانب. انا بقول لك، بص انا بقول لك، من اهم الاسباب الدوري بتاعك. الدوري لما بيبقى قوي، الدوري المصري 2000 لغايه 2011 احسن دوري في المنطقه العربيه. صحيح. واقوى دوري. هو كان قوي ليه؟ عشان الجمهور. اتنين، علشان الفرق كلها متقاربه. ثلاثه، عشان في مدربين كويسين بيصارعوا بعض طول الوقت. ده الحاجات الثلاثة اللي كان مخليك من الدوري المصري أفضل دوري. أنت عمال تتراجع. لو عملت، أنا بتكلم على المجموعتين، لو عملت مجموعتين هتتراجع أكتر، لو عملت دوري من دور واحد هتتراجع أكتر. كويس، الحلول إيه؟ أنت محتاج تعمل دوري ب 14 فرقة. أعمل دوري، أعمل قائمة مفتوحة. مفتوحة. اللي هي اللي هي اللعيبة، أي نادي يجيب عدد من اللاعبين. هتقول لي في نادي ما بيقدرش يجيب فلوس، ما يلعبش كوره، يلعب كوره ليه؟ هو انا اقول لك حاجه، هو ليه الانديه الشعبيه؟ انت كده يا كابتن عادل هتحول الانديه هتلغي الجماهيريه خالص بتاعت الانديه. طب ما انت تلغي، انا النهارده معلش، هو انت تلغي، ما انت، لا انت دور على الحلول اللي تساعد. لا معلش يا كابتن، انت دور على الحلول اللي تساعد الانديه الشعبيه ان هي تبقى موجوده، عشان دي الانديه اللي فعلا دي اللي بتعمل انفستمنت في اللعيبه. اسمعني، تاخد بالك، لكن انت اللي بتتكلم عليه ده كابتن ايه؟ زي الانديه بتاعت الشركات دي هي اللي بوظت الكره في مصر. يا اسمعني بس، اسمعني كابتن، والله العظيم انديه الشركات بوظت الكره في مصر. يا بلال، اكمل وجهه نظري. هو في دوري، هو في دوري في الدنيا يا بلال هيبقى كل الناس اللي بتلعب الاستاد كله فاضي والجاهزين الفنيين هم اللي بيلعبوا؟ ده مفيش في دوري في العالم. يعني 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 خليني اكمل بس وجهه نظري، علشان اقول لك دايما لما باجي احل ببقى واقعي. يعني علشان تحل ابقى واقعي. انا دلوقتي مش هعرف اعمل انديه شعبيه، الانديه الشعبيه ما فيهاش فلوس، مش هتعرف تجيب لعيبه، مش هتعرف تعمل. ما هم احنا دلوقتي مين الانديه اللي قدرت تعمل فرقه بتاع عندها بيراميدز وفاركو والانديه اللي هي الشركات كلها؟ صح. انت عشان تحل الامر ده لازم تبقى فرقه الشركات هي الفرقه الشعبيه. بمعنى ايه؟ مثلا
اللي واخد بيراميدز ممكن ياخد المنصوره ويجيب واحد تاني ياخد المنصوره. ده جميل. اللي ياخد اللي مثلا ياخد المحله واحد ياخد السويس واحد ياخد ما هو ده الاحتراف. ما هو ليفربول ملاكه مش الدوله. ليفربول ملاكه مين؟ الامريكان او واحد امريكي واحد مش عارف بس ايه. بس ده بيمثل البلد نفسها كابتن، المدينه نفسها اسمها اسمه ليفربول. ما هو انا عايز اقوله لك ما اسموش نادي. هو يقصد ان نادي محترم الفرق. هو يقصد ما اسموش سيراميك. هو يقصد ليستر سيتي. الشركات تاخد الانديه الشعبيه. يا بلال هو قصده ماشي صح افهمني. بس مين اللي هيرضى كابتن؟ هي دي هيرضى كابتن. انا معاك على فكره، هي دي مش ضدك. بس مين هيرضى كابتن؟ لا ترضى. اقول لك مين هيرضى كابتن؟ اقول لك مش هيرضى. لا مين اللي ما يرضى؟ المستثمرين. بس خلي بالك كابتن عادل، لا كره القدم، كره القدم دلوقتي صناعه. انت لما تيجي عايز تطرح الانديه لحته ان مستثمر هيجي ياخدها، زي مثلا بيراميدز. بيراميدز مش كانش حاله في الدوري، بيراميدز حاله طبعا. بيراميدز الثاني، السنه اللي قبلها الثالث، من اكتر الفرق في الدوري استقرارا. انا لسه ما خدتش البطوله، لكن انا بكلمك بتطلع ثاني، تطلع ثالث، تطلع ثاني. بس خلي بالك كابتن، ما هو خد مكان نادي شعبي يا كابتن. ما خدش مكان. خد مكان يا كابتن. ما خدش مكان. خد مكان. احنا كده بعدنا عن الموضوع الاصلي، احنا بعدنا عن الحل. الاصل ان ما انا بقول لك الحل. خلي بالك ما انت بتتكلم على بعض ايه، مش عايز اقول لك الحلول، لا انا بتكلم على وقت. ماشي دي بعض الحلول، انما انت ما عندكش وقت. شوف يعني انت حتى هيبقى بعد الارتباطات دي كلها عندك ناقص اربع شهور، محتاج اربع شهور عشان تكمل البطولات. انا ما عنديش وقت يا ايمن. ابوظ المسابقه الاساسيه اللي هي اساس كل بقيه المسابقات عشان العب المسابقات الثانيه. مسابقه الدوري العام دي هي رقم واحد في العالم كله. اتفضل. انا عايز اسالك سؤال، هو مين اللي بيوضع البطولات؟ اللي بيقول ان البطولات دي تتلعب؟ هل الاتحاد الدولي بيرفض انك انت ما تدخلش في البطوله دي؟ يعني انا الاتحاد الدولي دلوقتي لو انا ما عملتش دوري عندي، ممكن يتكلم ازاي ما عملتش دوري؟ احنا بننشر اللعبه. انت عندك حريه في القرارات في اللوائح، لكن اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي، هو مين اللي قرر مجموعه البطولات دي؟ انت تاخد اولا المنتخب. احنا معانا صوره كابتن عادل، يا ريت تجيبوها لنا على الشاشه اللي قدامنا. يمكن حصل، شفنا بعد الماتش ان كان في حصل خلاف بين شيبي حسين الشحات وشيبي اكيد كره القدم، ده الصلح بعد الماتش. وكره القدم يعني ممكن في بعض الاحيان من العصبيه والشد شويه، وخصوصا لو نتيجه المباراه برضو يعني يا لا وانا سعيد كان عنده كويس واخوات. حصل صلح بعد المباراه ودي حاجه كويسه جدا، خلاف زال يعني. انا دلوقتي مين اللي عين البطولات دي؟ مين اللي جابها؟ مين اللي بيلعب؟ يعني بطوله افريقيا منتخبات انت لازم تلعب طبعا، وغصب عنك ده الدوله لازم تلعب للدوله بالزبط. اللي هي مصر لازم ترفع اسمها في بطوله افريقيا، ولازم تبقى لعيبه منتخبك اعلى حاجه. بطولة أفريقيا للأندية لازم نخشها ودي مجبرين عليها. السوبر لازم تلعبه ومجبر عليه، لكن بقية البطولات أنت اللي بتعينها. يبقى أنت ما تدخلش نفسك في مشكلة وتقول لي أنا هلعب 40 بطولة وتيجي تقول لي هات لي الحل. لا، أنت شوف الوقت عندك قد إيه وحط البطولات الممكنة اللي ما تعرفش تعتذر عنها والباقي كله يترمي. كابتن بلال نخش نستقبل كابتن ناصر. اتفضل. بص يعني سريعا كده كابتن اتفضل. ايمن عندي وجهه نظر مختلفه. اللي قضى على الكوره في مصر هي انديه الشركات. طيب الحلول بقى بلا استثناء كابتن، انت كان عندك، انت عندك حلول. انت النهارده كل الامكانيات المفترض تسخرها للانديه كلها بس يعني اعتقد سواسيه. عندك تلفزيون، عندك رعاه، عندك دي الحاجات اللي بتدخل انكم تمام. تعلي قيمه الدوري بتاعك، ترفع قيمته وتوازي، وتدي للانديه الشعبيه فلوس عشان تشتغل، عشان تمام تساعدها كويس. تمام، تنظف الملاعب اللي شغاله، الملاعب بتاعت الناشئين اللي ما بتطلعش لعيبه دي خالص يا كابتن. تنظم بطولات الناشئين، بطولات محترمه تليق بالكره المصريه. انت ما عندكش بطولات ناشئين، انت الانديه بتتباع. يعني دي عايزه حصه، دي عايزه حصه، مش عايزه والله العظيم. انت الانديه تحت بتتباع، الانديه الشعبيه بقى الشركات بتتباع كابتن والله. ايوه كابتن. ولا اللي ضيع الانديه مش الشركات، عارف ايه؟
المسؤولين عن الانديه الشعبيه الاداره. انا بتكلم بشكل عام، هو بيتكلم بشكل عام، كان بشكل عام يعني ما بختصش حد بعينه، لكن انت ما عندكش بدليل يا كابتن ان انت بص على الناشئين بتوعك في المنتخبات، زيرو 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 بطولات، زيرو كل حاجه، فاهم قصدي؟ بجد زيرو. يعني زيرو من ايه؟ لا في تنظيم تحت، ولا في قاعده تحت، ولا في دوريات تحت، ولا في ملاعب، ولا في مدربين، ولا في اي حاجه، مش اي حاجه خالص خالص، صفر، بتطلع صفر. وكل خد بالك، وكل ما هتعدي السنين هتطلع صفر، لان انت ما عندكش حد خالص، ما عندكش اي حاجه خالص. الجماعه بتقول اتحاد الكوره بس انهم نايمين في الدره، فاهم؟ بجد نايمين، نايمين نوم يعني، نايمين بيسموها في الكوتشينه نايم 14 بينهم. عايز تخطيط من اول وجديد كابتن، انت عايز نسف مش تخطيط. بجد نسف، في تخطيط ده يعني انت عندك حاجه بتكمل عليها، انت عايز تنسف وتشتغل من الزيرو. كابتن انت ما عندكش ملاعب، انت عارف، انا في حد، ناس بتبعت لنا طبعا زي بتبعت، تقول لك تسعيره اللعيب كده، تسعيره اللعيب في النادي مش عارف ايه، بياخدوا على اللعيب على الكارنيه 10000 والكارنيه لك 20000، الانديه كبيره. أيوة. مش صغيره. ايوه ده كلام يا كابتن، هتوصل هتبقى هتروح فين؟ أيوة. هو كان في كده زمان؟ ما كانش في كده زمان، لكن بقى في دلوقتي كده. فاتمنى يبقى في اصلاح ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. وبعدين اجرك سريعه بقى، اتفضل. والكونفليكت نفسه انا معترض عليه، هو في حاجه اسمها كاس العالم يبقى 48 نادي؟ ما هو قاعدين يزودوا البطولات وعدد الدول وعدد الدوله وعدد الانديه كل يوم عايزين مسابقه. ده الناس اصلا اللعيبه حتى في اوروبا هيجيبوا وقت من فين، والدول في اوروبا هتجيب وقت من فين. كل ده عشان عايزين بيبصوا ماشي لازم يبقى فيها مكسب، بس مش بالطريقه دي. دخلوا كاس العالم 48 نادي، يعني العالم كله هيلعب في دوله 48 فريق. بص يعني بس عايز اقول لك حاجه حلو عشان نخش، هم ان شاء الله هم بيعرفوا يتصرفوا، احنا هنا ما بنعرفش نتصرف. هم هنروح لفاصل، نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالة التحكيميه في مباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.